بلوس أنجلوس بأمريكا. ولكن حتى ما تكون غيبة عنا ونحن غيبين عنا، سجلت كاميرا LBC معايدة من الصبوحة وزوجها فادي لبنان. نحن بنتمنى لهم الصحة النجاح وراحة البال، ومنقول إن شاء الله يا رب هالسنة تكون سنة خير وبركة، وراح تكون هيك إن الله راد، لأنه الصبوحة وعدتنا بأنها رجعة على لبنان بعد أيام قليلة. صبوحة وفادي لبنان، أهلا وسهلا فيكن، وكل سنة وأنتو بألف خير. كل عام وانتم بألف خير، ولبنان بألف خير، وطبعا كمان بعيد على فخامة الرئيس، الله يعطيك القوة وبهمتك يرجع لبنان أحسن مكان، وبعيد بعيد الفطر كمان، إن شاء الله يكون علينا جميعا أهل الخليج، يكون أحلى عيد، وإن شاء الله سنة 2001 بعم السلام بالشرق الأوسط يا رب، وبعيد كل اللي وقفوا حدي وكل اللي صلوا لي. طبعا الإيمان هو أهم شيء، بدون إيمان ما فينا نعيش. وبعيد كمان LBC حبايب قلبي، الله يخلينا اياكم، وتشوفوا قديش هون LBC عامله بالغربه، مهما وصفكم. وبقلكم سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا حياتي، سنه حلوه يا جميل. ينعاد عليكم جميعا، ان شاء الله بتكون سنة 2001 خير وبركة على الجميع. بدي اشكر LBC لانه بعتت الكاميرات وستاف والشباب كلهم عم يهتموا، خصوصا معايدة LBC ليشوفوها كل الناس. وبدي اقول ان شاء الله بتكون 2001 خير لكل العالم، ويا رب الله يبعد ضربات على الجميع، وسنة حلوة يا جميع. Thank you.
بدنا نعتذر منكم مشاهدينا شوي على رداءة الصوت، بس نحن كنا حابين طبعا الصوت والصورة، لأنه بس نحن كنا حابين نفرجيكم آخر حفلة عملتها الصبوحة بأمريكا، ونحن بدنا نقول للصبوحة كلنا صلينا لك وكلنا بنحبك وناطرينك مثل ما وعدتينا أنه خلال أيام قليلة رح ترجعي لبيروت، لأنك أنت رح تبقي بركة بالفن اللبناني والفن العربي، وكل عام وأنت بألف خير وتضلك بألف خير ويطول بعمرك يا رب.